السلام عليكم طلاب السادس العلمي، رجعنا لكم بالمحاضرة الثالثة من المراجعة المركزة للفصل الأول. بالمحاضرة السابقة أخذنا أساسيات العدد المركبة وشرحنا كل أساسياتها بالتفصيل يعني، وأخذنا وراها بالمحاضرة الثانية قيمة X و Y وشرحنا بالمراجعة المركزة الـ X و Y بالتفصيل أيضا. اليوم راح ناخذ موضوع مهم إلى رابط كبير جدا بقيمة X و Y، يعني الطالب اللي فاهم اكس واي ويعرف شلون يستخرج قيمه اكس واي راح يقدر يحل موضوع الجذور التربيعيه اللي هو من اهم المواضيع ايضا، وممكن وارد جدا يجي بالوزاري، يعني وارد جدا يجي بالامتحان الوزاري. اول شيء بالجذور التربيعيه عندي شغله مهمه جدا، انه ما اريد اشوف اي تحت الجذر، ما اريد اشوف اي تحت الجذر. زين استاذ، اذا اني شفت اي تحت الجذر، اذا اني شفت اي تحت الجذر شنو اسوي؟ اقول لك او اقول لك راح اعالجه بالفرضيه، راح اعالجه بالفرضيه. الفرضيه ما تقول اللي تحت الجذر عندي عدد مركب، تحت الجذر عندي عدد مركب، واحنا نعرف انه العدد المركب بي اي، فلذلك صار عندي اي تحت الجذر. لذلك انه هذا تحت الجذر عندي اي، يعني داخل الجذر عندي اي، فلذلك راح اقول عليه مباشره فرضيتي اللي هي اكس زائدا واي اي بهذا الشكل. اذا فرضيتي صارت بهذا الشكل، هو تحت الجذر اذا كان لدي عدد مركب راح اقول له يساوي اكس زائدا واي اي مباشرة وبدون تفاهم. وراها ممكن انه تجي خطوات الحل بالترتيب، وراها لازم تجي خطوات الحل بالترتيب، يعني اني اذا عندي عدد مركب تحت الجذر راح يساوي مباشرة اساوي باكس زائدا واي اي، وراها حتخلص من الجذر بتربيع الطرفين وابدي اشتغل شغل طبيعي جدا مالتي، وراح نجي نفهمه عن طريق هذا المثال وخطوات حله. مبدئيا السؤال الوزاري يجيكم بهذا الشكل، جد الجذور التربيعية حرفيا، يعني التربيعية. استاذ شنو قصدك؟ يعني اذا جاني جذر تكعيبي وداخل عدد مركب يعني ما احله بالفرضية؟ اي نعم، فقط اذا كان الجذر مالتي تربيعي، لان يعني ماكو تربيع يكون داخل جذره اي عدد تخيلي، ما ينطيني اي، فلذلك انه اي لازم اعالج هذا البروبلم او هاي المشكله اللي عندي. مثلا اول مثال ممكن يجينا بهذا الشكل فقط، يقول لي جد الجذور التربيعيه لل 8 اي، جد الجذور التربيعيه لل 8 اي بهذا الشكل، جد الجذور التربيعيه لل 8 اي. استاذ هنا ال 8 اي هو ما مطيني جذر، يعني ما موجود تحت الجذر. اقول لك انت راح تسوي تحت الجذر. زين استاذ شلون يعني؟ بس مو جاي افتهمك، يعني انت شنو مثلا لوتي لو جاي تستلوت؟ زين استاذ انت مو تقول كل اي تحت الجذر مشكله؟ لعد انت ليش قاعد راح تخليه تحت جذر؟ يعني انت قاعد تسوي المشكله والنوب ترجع تحلها. باي هو مو بكيفي انا خليته تحت الجذر، هو قايل لي جد الجذور التربيعية، هو قايل لي جد الجذور التربيعية، يعني مبدئيا يعطيني فقط 8 اي. انا ايش راح اقول له؟ راح اقول له بهذا الشكل 0 زائد 8 اي بهذا الشكل، راح يساوي اكس زائدا واي اي بهذا الشكل. زين استاذ ثواني بس، انت دوختني كلش، انت جاي تقول لي استاذ انه ما يصير تبقي لي اي تحت الجذر، فاذا راح تعالجه بالفرضيه، فرضيتي راح يساوي اكس زائد واي اي. اوكي انا وياك، بس هو هنا انا ما مطيني تحت الجذر، مطيني بس 8 اي، اذا هو ما قايل لي او ما مطيني مشكله اصلا، انت اختلقت المشكله، انت خليت لي اياها تحت الجذر، وانت راح تسوي بالفرضيه، ليش تسوي لي هيك انت؟ يعني شنو شاد وياي؟ عندك عداوه وياي؟ يعني جاي تعذبني بالرياضيات على البارد؟ لا، أنا جاي أقول هو مو بكيفي أنا خليته تحت الجذر، يعني أنا حالي حالك مجبور خليته تحت الجذر، تمام لو مو تمام؟ ومن خليته تحت الجذر تورطت،
فراح اعالجه بالفرضيه. استاذ انت ليش مجبور؟ من جابرك؟ تقدر ما تخليه تحت الجذر؟ اني اقول لك، او اني اقول لك ليش خليته تحت الجذر؟ لان هو قايل يجد الجذور التربيعيه، فلذلك على مود اجد الجذور لازم اخليه تحت الجذر، وراها لازم اعالج واطلعه من تحت الجذر واطلع الجذور واقول جذر ما صفر زائد 8 اي. طبعا هذا الصفر كتبته لان هو قايل لي بس 8 اي عدد حق تخيلي ما مطيني الحقيقي، ففرضت الحقيقي وياها صفر ما له اي قيمه. طبيعي جدا وتقدرين ما تفرضي، بس انا فرضته حتى اقدر بعدين ممكن اسوي خطوه اضافيه. اذا مبدئيا انا مو بكيفي اني خليته تحت الجذر، مو بكيفي تمام، لان هو قايل لي جد الجذور التربيعيه، فانا التزمت بكلامه خليته تحت الجذر التربيعي. فلذلك من صار تحت الجذر التربيعي لازم اعالجه بالفرضيه، قلت عليه يساوي x زائد y i. هنا جاي ابدي احل solution، جاي ابدي احل تمام لو مو تمام بهذا الشكل، فواضح الفكره. زين هسه انا مشكله صارت عندي تحت الجذر، فقلت يساوي x زائد y i، فراح اعالجه بالفرضيه، راح اقول له بتربيع الطرفين، بالتربيع عفوا، هذا الياء هنا المفروض يصير مكانه تمام بهذا الشكل، بالتربيع الطرفين. فتربيع الجذر شطيج شطيج فقط صفر زائد 8 اي بهذا الشكل، ويساوي تربيع الاكس زائد واي اي. دير بالكم تكتبوا لي اكس تربيع زائد واي تربيع اي تربيع، لا هاي حديا، فلذلك حتى التربيع راح يصير مرفوع الحديا، فراح يصير عندي اكس زائد واي اي مرفوع للقوة تربيع بهذا الشكل. واضح لو مو واضح؟ هذا يساوي طبعا، هذا يساوي بهذا الشكل. قلت بتربيع الطرفين، ربعت الاول راح الجذر، ربعت الثاني صار x زائد y i كله مرفوع للقوة تربيع. استاذ شو يعني هسه صار ماكو تحت الجذر؟ يعني هو اصلا ما منطي تحت الجذر، انت هسه بهذا الشكل باعي، هو مو منطي تحت الجذر. لو تلاحظين انت خليته تحت الجذر وشلته بالتربيع، مو قلت لك هو جابرني قايل لي جد الجذور التربيعيه، فلذلك خليته تحت الجذر. كل تحت الجذر مشكله، عالجته بالفرضيه وسويت بتربيع الطرفين اول خطوه. اذا اول خطوه افرض الفرضيه، ثاني خطوه اربع الطرفين، ثالث خطوه ابسط، راح ابسط شلون الصفر زائد 8 اي تنزل ويساوي اكس تربيع مربع حدانيه زائد 2 بالاول بالثاني 2 اكس واي اي زائدا واي تربيع الاي تربيع. قيمه الاي تربيع ايش قد؟ قيمه الاي تربيع الدي تساوي سالب 1، فاعوض بدلها سالب 1 صفر زائد 8 اي يساوي اكس تربيع زائدا 2 اكس واي اي سالب واحد في موجب واي تربيع يعطيني سالب واي تربيع. ودائما هاي ثابته بكل اسئله الجذور، يعني هاي الخطوه وهاي الخطوه ثابته بكل اسئله الجذور، لان دائما انا راح افرض ودائما راح اربع ودائما راح افك مربع حداني اوصل لهاي النتيجه. زين استاذ اوكي، هسه الخطوه الاولى فرضت، الخطوه الثانيه ربعت الطرفين، ثالث خطوه فكيت مربع حداني، الخطوه اللي وراها تبسيط لاستخراج قيمه الاكس والواي. يعني انا راح اعزل الطرف الايمن، هذا الطرف الايمن راح اخلي الجزء الحقيقي بطرف والجزء التخيلي بطرف، يعني اسوي عمليه تبديل اماكن، فراح يصير عندي صفر زائد 8 واي 8 اي عفوا ويساوي اكس تربيع بمكانها سالب واي تربيع تجي يم الاكس تربيع، لان جزء حقيقي خلي لي اياه بين قوسين هذا البلس الموجب 2 اكس واي تنزل في خلي بين قوسين مضروب بالاي. طبيعي جدا فصلت الجزء الحقيقي مع الجزء التخيلي بهذا الشكل، بس بدلت اماكن كل شيء ما سويت. الخطوه اللي وراها اساوي الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع الجزء التخيلي، الحقيقي هو صفر، فلذلك قلت عليه صفر زائد 8 اي، هو منطيني 8 اي فقلت صفر زائد 8 اي، على مود اقدر اقول بالنهايه الحقيقي مع الحقيقي، على مود اوصل لهاي النقطه، واضحه لو مو واضحه؟ فصفر يساوي اكس تربيع زائد عفوا ناقص وليس زائد، ناقص واي اي، ناقص واي عفوا واي تربيع بهذا الشكل،
هذا الجزء الحقيقي عندي مجهولين ما اقدر اطلع منهم شيء، فهاي معادلة رقم واحد. لو تلاحظون وياي انه اني هدفي بالحياة صار مو جذور، صار اطلع استنتاج قيمة اكس واي، ومن اطلع استنتاج قيمة اكس واي يعني من اطلع قيم اكس واي راح اقدر بوقتها افكر بالجذور، راح اقدر بوقتها شو اسوي؟ افكر بالجذور. فهسه صارت عندي معادلة رقم واحد، شكرا جزيلا، ما عندي شغل بيها، ما اقدر اطلع منها قيمة الاكس والواي، فلذلك راح الجئ للجزء التخيلي. هذا الاي ويا الاي راح بقى عندي 8 يساوي اكس 2 اكس واي بهذا الشكل. راح استنتج معادلة اخرى. مبدئيا اسأل طلاب اقول لهم انتو تريدون واي تساوي؟ لو اكس تساوي حنقول الاستاذ كيفك، يا اما واي تساوي يا اما اكس تساوي من هاي المعادله. مبدئيا انت قررتي او انت قررت تطلع لي واي تساوي، اوكي هاي الواي، فاذا راح اقسم على 2 اكس، راح اقسم على 2 اكس، الشغله اللي ما اريدها اقسم عليها على مود اختصرها وتبقى الواي. هاي ال 2 اكس راحت ويا ال 2 اكس، بقت عندي واي. 8 على 2 اكس تساوي، اكيد تساوي 8 على 2 اكس. استاذ انت ليش سويت لي اياها بهذا الشكل؟ يعني ايش معنى؟ ليش ما كتبت عليها معادله رقم 2؟ اقول لك انا سويتها بدلاله واي حتى اعوضها بمعادله رقم 1، حتى اطلع قيم الاكس والواي، حتى معادله رقم 1 تصير بدلاله متغير واحد فقط لا غير. تمام؟ اوحدها بدلاله متغير واحد حتى اطلع قيمه، ومن تطلع هاي القيمه تعوض بالمعادله الاخرى حتى اقدر استنتج شغله اخرى. هسه صارت هنا بدلاله متغير واحد، يعني مو بدلاله متغير واحد، بينما واي تساوي 8 على 2 اكس، فهاي صارت قيمه واي طلعت، وتقدرين تسويها قيمه اكس تقسمين على 2 واي، طبيعي جدا، ما عندك اي مشاكل، انت حره او انت حر. فهاي صارت معادله رقم 2، راح اكتب له تعوض معادله رقم 2 في 1، تعوض معادلة رقم 2 في 1، فراح أعوض مباشرة معادلة رقم 2 في 1، راح يصير عندي 0 يساوي x تربيع ناقص، بدال ال y اكتب 8 على 2 x، 8 على 2 x، وركزي لي وانتبهي لي، انت عندك تربيع وانت عندك هنا بس y، فال y لازم اربعها. عوضتها حيصير الكل تربيع. زين تربيع الثمانية، ثمانية في ثمانية ايش قد يعطيني؟ مبدئيا هو انا عندي اختصارات، يعني نختصر وياك الكلام، ليش دا اربع وبعدين حتى مثلا حختصر. فهاي الثمانية بيها حصير بيها اربعة، وهاي الاثنين راح يصير بيها واحد، وهاي الاثنين راح يصير بيها واحد، حيصير عندي صفر يساوي اكس تربيع ناقص اربعة على اثنين اكس الكل، عفوا على اكس فقط، على اكس فقط، لان راحت الاثنين وياها، على اكس الكل تربيع بهذا الشكل. وتقدرين مبدئيا من هنا اوريدي يعني من هنا تسويها واحد وهاي بها اربعه، وتكتبين واي تساوي ثمانية عفوا اربعه على اكس بهذا الشكل، ومعادله رقم 2، يعني اوكي ماكو اي مشاكل. تمام؟ فصارت هسه مبدئيا انا عندي بهذا الشكل. شو راح اسوي وراها؟ انزل التربيع على البسط وعلى المقام، طبيعي جدا راح يصير عندي صفر يساوي اكس تربيع ناقص 16 على اكس تربيع بهذا الشكل. مبدئيا انا عندي اكس تربيع، اي شيء بالمقام لازم اتخلص من يمه، اي شيء بالمقام لازم اني اتخلص من يمه، فراح اضرب المعادله كلها في اكس تربيع. من اضرب في اكس تربيع اوريدي راح تختصر الاكس تربيع بالمقام، فاكس تربيع في صفر ينطيني صفر ويساوي اكس تربيع في اكس تربيع يعطيني اكس اس 4 ناقص ينزل اكس تربيع في 16 على اكس تربيع يعطيني فقط 16. هاي خطوات ثابته، اي شيء بالمقام لازم تتخلصون من يمه، اي شيء بالمقام لازم تتخلصون من يمه. فصارت عندي بهذا الشكل اوريدي. انا راح اسوي فرق بين مربعين، راح ينطيني اكس تربيع قوسين بهذا الشكل باكس تربيع ناقص بموجب ال 16 جايتني من 4 ب 4، هذا الفرق بين المربعين طبعا ويساوي صفر بهذا الشكل. اما الاكس تربيع يساوي 4، تمام، واذا هذا راح يؤدي، طبعا هذا دا حلله اني
تمام اكس تربيع ناقص 4 نقل صارت موجب 4، اذا الاكس راح يساوي موجب سالب 2 لان انا قلت هنا بتربيع الطرفين لهذا المقدار. هذا احد الطلاب ايش راح يسوي؟ راح يجي هذا وياخذ لي يحلله، يحلله من كل عقله يعني جاي يحلله. اول شيء ماكو اكس تربيع زائد 4 الها تحليل، لان اذا ما حيصير الها تحليلها بالنسبه الى الراشنال نمبر الى الاعداد الحقيقيه، راح يصير تحليلها الى الاعداد العقديه، وانا اتخلص من الاعداد العقديه، فلذلك هذا ما راح ينتمي الى ار، لا ينتمي الى الراشنال نمبر الاعداد الحقيقيه، فلذلك راح اقول عليه تهمل بهذا الشكل. زين، هذا عندي صارت قيمتين للاكس فقط اللي هو من القوس الاول، طلعت قيمتين للاكس، راح اجي اعوضهم وين؟ راح اعوضهم باي معادله تختاروها، معادله رقم 1 او معادله رقم 2 اللي هي 4 على اكس، لان صارت 8 وهي 2. تمام لو مو تمام، الواي تساوي 4 على اكس، اوكي يعني ماكو مشكله، فلذلك انه اختاروا اي واحده من يمهم وعوضوا بها ويطلع ناتج. انا حختار معادله رقم 2 لان الواي دائما تساوي، يعني طلع عندي تساوي شغله، فلذلك اسهل لي. راح اقول الاكس تساوي سالب 2 والاكس تساوي موجب 2، عوض السالب 2 راح يصير عندي واي بالمعادله رقم 2 راح يعطيني 4 على سالب 2، اكيد راح تختصر ويبقى عندي واي فقط تساوي ايش قد؟ سالب 2. تمام لو مو تمام، وعندك الواي هنا تساوي ايش قد؟ 4 على 2 بالموجب بدال الاكس راح ينطيني واي يساوي 2، وهاي ايضا طلعت لي قيمتين للواي، قيمتين لمن؟ للواي. ورا ما طلعت قيم الاكس هسه افكر بمن؟ افكر بمن؟ افكر بالجذور اللي هو رايدها، الجذور التربيعية، راح ترجعي لي مباشرة، ترجعي لي مباشرة على الفرضية اللي اني فارضها، الفرضية اللي اني فارضها اللي هي جذر 0 زائد 8 اي يساوي اكس زائد واي اي. عندي قيمة الاكس وعندي قيمة الواي قيمتين، يعني الكل مجهول، فلذلك راح اجي اكتب الفرضية اللي هي تحت الجذر 0 زائد 8 اي ويساوي اكس زائد واي اي. مبدئيا قيمة الاكس قيمتين، قيمة الواي قيمتين، فراح اقول 0 زائد 8 اي هو رايد الجذور التربيعية للعدد المركب اللي تحت الجذر ويساوي القيمتين كالاتي بالتعويض، القيمتين كالاتي بالتعويض. قيمة الاكس انا عندي لها قيمتين، مرة سالب ومرة موجب 2، ومرة سالب الواي ومرة موجب ايضا 2، فراح اعوض الموجب، راح اعوض الموجب، يعني انا بالسالب ايش طلعت؟ طلعت سالب، تمام؟ بالسالب طلعت الواي سالب، من عوضت القيمة السالبة اللي مال اكس طلعت سالب، فلذلك راح اقول سالب 2 بسالب واي، عفوا بسالب 2 اكس، عفوا بسالب 2 اي، لان عوضت قيمة الواي، فسالب 2 واي، عفوا سالب 2 اي بهذا الشكل. هاي القيمة الأولى للجذر هذا. زين القيمة الثانية شنو؟ موجب 2 وموجب 2 اي بهذا الشكل، وطلعت عندي قيمتين للجذر. اني لازم يطلع عندي متناظران جمعيا، يعني اذا ما طلع النواتج متناظران جمعيا يعني حلي غلط، حلي غلط. تمام لو تمام، اذا ما طلع متناظران جمعيا معناها حلي خطا. شنو متناظران جمعيا؟ يعني العدد المركب الاول عكس اشاره العدد المركب الثاني. تريد او تريدين تتاكدين من حلك، اخذي لي اي عدد مركب طلعتيه او اي قيمه للجذر طلعتيها. طلعتي قيمتين سالب 2 اي، سالب 2 وسالب 2 اي وموجب 2 وموجب 2 اي، اخذي لي اي قيمه. صار انا مثلا عجبني اخذ السالب 2 وسالب 2 اي، صار سالب 2 وسالب 2 اي، رفعي لي اياه كله للقوه تربيع، فكي لي اياه مربع حداني يا بالله. راح تقول لي استاذ مربع الاول 4، يعني سالب 2 تربيع 4، الحد الاول بالحد الثاني اعطيني موجب. تمام لو مو تمام، 2 بالاول بالثاني، 2 بالحد الاول بالحد الثاني، 2 في 2 4، 2 في 2 4، 4 في 2 اي يعطيني 8 اي، زائدا مربع الحد الثاني، مربع الاثنين اي يعطيني 4 اي تربيع، وهذا راح يعطيني 4 زائد 8 اي، وقيمة الاي تربيع هي سالب 1، وسالب 1 في 4 يعطيني سالب 4، اكيد هذا راح ويا هذا وبقى عندي 8 اي،
استاذ اوكي واذا طلع عندي 8 اي؟ باعي لي هاي 8 اي طلعتها، وباعي لي السؤال اللي هو مطيني اياه. طلع نفسه؟ اي استاذ طلع نفسه، حل الصح، فوت فالج. زين استاذ افرض انا اختاريت هذا، يعني اختاريت هذا العدد المركب تمام، وخليته تربيع راح يطلع نفس الناتج بعد. اي طبعا بالنهايه هو فرق بس اشاره، هو نفس الارقام وفرق اشاره، ودائما انا عندي تربيع، فدائما التربيع راح يعطيني موجب مهما كان تمام، مهما كان، لان هو انا عندي متناظران جمعيا اوريدي، فلذلك راح يعطيني اشاره موجب ونفس اشاره السؤال. مفهوم لو ما مفهوم؟ بهذا الشكل هي هاي فكره الجذور التربيعيه، هي هاي فكره الجذور التربيعيه. راح اخذ بعد مثال نقوي به معلوماتنا، يعني طبعا من الامثله اللي تكون بها شويه فكره تمام، اللي هو مثال طبعا مهم جدا، اللي يعني به تفاصيل صغيره لازم احنا نطبقها بالاول، وطبعا فكره الوزاريه مهمه جدا تمام، لو تمام فكره الوزاريه مهمه جدا، اللي هي 4 على 1 ناقص جذر 3 اي تمام، وقايل لي جد الجذور التربيعيه، جد الجذور التربيعيه بهذا الشكل، هذا صيغه السؤال، ومعطيني عدد مركب اي بالمقام. استاذ قبل لا اقول الجذور التربيعيه وهاي الهوسه وهاي التفاصيل، لازم بالاول اتخلص من المشكله الاي بالمقام، يعني قبل لا اني افكر انه اخذ الجذر للعدد المركب الموجود امامكم، لازم اني افكر بتخلص او تبسيط القيمه، يعني اطلع عدد مركب بسط وحده. شلون راح اضرب بالمرافق بالاول؟ راح اجي اضرب بالمرافق، راح اقول على مرافق المقام 1 زائد جذر 3 اي على 1 زائد جذر 3 اي. اكيد المقام مع المقام راح اطبق اي اي تربيع زائدا ب تربيع، حاصل ضرب عددين مترافقين. اعطيني خط كسر، الاول 1 الاي يساوي 1، البي يساوي جذر 3 تمام لو مو تمام، واخذ لي اي عدد مركب، هذا او هذا عادي ماكو مشكله، بالنهايه هو تربيع فرق اشاره لا اكثر ولا اقل. الاي 1 البي جذر 3 راح اقول الاي تربيع 1 زائد تربيع البي راح يعطيني فقط 3 بهذا الشكل، والبسط في بسط 4 في 1 يعطيني 4، و4 في موجب جذر 3 اي يعطيني موجب 4 جذر 3 اي بهذا الشكل، وراح يعطيني بالنهايه 4 زائد 4 جذر 3 اي على يمن على 4، نفك الشراكه 4 على 4 زائد 4 على جذر 3 اي على 4، اكيد هاي الاربعه راحت ويا الاربعه، وهاي الاربعه راحت ويا الاربعه، راح ينطيني 1 ماينس عفوا بلس جذر 3 اي، وهذا العدد المركب مالتي. هنا انا هسه راح يبدي السؤال قايل لي جد الجذور التربيعيه، لذلك راح اخليه تحت الجذر 1 زائد جذر 3 اي، وكلالي اي بالمقام علاجه الفرضيه، راح اقول نفرض يساوي اكس زائد واي اي بهذا الشكل، وما اريد اي تحت الجذر، راح اقول له بتربيع الطرفين، بالتربيع راح ينطيني الجذر يوخر التربيع، يبقي لي 1 زائد جذر 3 اي ويساوي هذا تربيع اكس زائد واي اي الكل، تربيع 1 زائد جذر 3 اي ويساوي هذا ينفك مربع حدانية اكس تربيع زائد اكس 2 اكس واي اي زائد واي تربيع اي تربيع بهذا الشكل، وقيمة الاي تربيع سالب 1 حيصير 1 زائد جذر 3 اي ويساوي اكس تربيع زائد 2 اكس واي اي ناقص واي تربيع، لان قيمة الاي تربيع سالب 1، لان قيمة الاي تربيع سالب 1، سالب 1 في موجب واي تربيع يعطيني سالب واي تربيع، راح افصل ابسط، راح افصل وابسط، 1 زائد جذر 3 اي يساوي اخلي الحقيقي بجهة
والتخيلي بجهة بهذا الشكل وخليهم بين قوسين وافصلهم زائد 2 اكس واي بين قوسين مضروب بالاي ما متجاوز مجرد ترتيب اماكن. هسه وراها همي الوحيد اطلع قيمة اكس وواي، عندي مرض لا ما عندي، عندي قوة ما عندي، عندي اي بالمقام ما عندي، عندي قوسين بيناتهم ضرب ما عندي. هساوي الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي، الواحد هو الحقيقي واحد يساوي الحقيقي بهذا الطرف هو اكس تربيع ناقص واي تربيع، اكس تربيع ناقص واي تربيع، واكيد هاي معادلة رقم واحد ما اقدر اطلع منها شيء. تخيلي مع التخيلي هذا الاي راح ويا الاي، بقى عندي جذر 3 يساوي 2 اكس واي بهذا الشكل، 2 اكس واي 3 دي بدلالة اكس او بدلالة واي انت حرة. مبدئيا انا حقول عليه واي تساوي، فراح اقسم على 2 اكس، راح اقسم على 2 اكس، فراح يصير عندي بالنهاية واي تساوي، طبعا هاي 2 اكس راحت ويا 2 اكس بقت واي، واللي يساوي ينزل جذر 3 على 2 اكس بهذا الشكل. مبدئيا ما عندي اختصارات، فاذا هاي معادلة رقم 2 بهذا الشكل. راح اقول له هسه تعويض، تعويض معادلة 2 في 1، تعويض معادلة 2 في 1، تعويض معادلة رقم 2 في 1، راح اعوض 2 بدل كل واي اعوض جذر 3 على 2 اكس، راح يصير عندي 1 ويساوي اكس تربيع تنزل الناقص تنزل، بدل الواي عوض قيمتها اللي هي جذر 3 على 2 اكس كله مرفوع للقوة تربيع، لان انا عندي واي تربيع. زين الخطوة اللي وراها راح انزل التربيع على البسط وعلى المقام، لان عادي ينزل القوة على الكسر، فهيصير عندي 1 يساوي اكس تربيع ناقص تربيع جذر 3 تربيع، يوخر الجذر، الجذر راح يبقي لي 3 عليه، تربيع ال 2 اكس 4 اكس تربيع، انا اريد اتخلص من ال 4 اكس تربيع، فلذلك راح اضرب في 4 اكس تربيع، اريد اتخلص من المقام فراح اضرب في 4 اكس تربيع، راح يصير عندي 4 اكس تربيع في 1 يعطيني 4 اكس تربيع، وركزوا لي، انا من اضرب دا اقول اضرب المعادله كلها، يعني ما تضربون حد واحد، اللي يضرب حد واحد ياخذ صفر بطعم البرتقال. فلذلك راح يساوي عندي 4 اكس تربيع في 1 4 اكس تربيع، اكس تربيع في 4 اكس تربيع يعطيني 4 اكس اس 4 ناقص 3، اكيد لان 4 اكس تربيع راحت ويا 4 اكس تربيع اللي بالمقام، لان بسط اختصرته مع من؟ مع مقام. اذا هسه انا راح شو حسوي؟ راح اصفر المعادله، المعادله ليست من الدرجه الاولى فراح تصفر، راح يصير عندي طبعا هذا الحد كله راح ابقي بمكانه وهذا راح انقله، ليش؟ لان القوة مالتي على شيء مالتها 4 فهي تبقى بمكانها بالموجب، 4 اكس اس 4 تمام، الناقص 3 عود اشمرها بعدين بعيد، يعني عندي ناقص 4 اكس تربيع، هذا انتقل تحولت اشارته الى سالب، وعندي سالب 3 تنزل بهذا الشكل ويساوي 0، سالب 3 تنزل ويساوي 0، راح افك تجربة، راح افك تجربة ويساوي 0، عندي 2 اكس تربيع 2 اكس تربيع 3، اول شيء الاشارات عندي اشارة الحد الثاني سالبة تنزل بالقوس الاول، حاصل ضرب اشارة الحد الثاني بالحد الثالث ينطيني موجب 3، جايتني اكيد من 3 في 1 بهذا الشكل، او ممكن نقول عليها جايتني من 3 اي 3 في 1 بهذا الشكل، تمام لو مو تمام، جايتني من 3 في 1 بهذا الشكل. راح نجي وراها مبدئيا انه عندي هذا الحد كله يهمل، يهمل طبعا لازم نتاكد انه يطلع الحد الوسط، واكيد راح يطلع عندي الحد الوسط 100%، ما تقبل خطا، القريب ويا القريب تاكدي والبعيد ويا البعيد راح يطلع لك الحد الوسط، ويسوي عمليه جمع بيناتهم، جمع القريب ويا البعيد راح يطلع لك سالب 4 اكس تربيع، اكيد هذا يهمل لان ماكو تربيع صفه موجب يحلل، ما ينتمي الى ار، عدد حقيقي ينتمي الى الكومبلكس نمبر، الاعداد التخيليه، هذا فقط راح اخذه اللي هو 2 اكس تربيع ناقص 3 ويساوي 0 بهذا الشكل، راح انقل سالب 3 راح يعطيني 2 اكس تربيع يساوي 3، راح اقسم على 2 راح اقسم على 2 راح يعطيني اكس تربيع ويساوي 3
على 2 واكيد راح اقول له بالجذر التربيعي للطرفين راح يعطيني اكس يساوي موجب سالب لان قلت له جذر تربيعي تمام والجذر الثلاثي التربيعي جذر 3 على جذر 2 بهذا الشكل جذر 3 على جذر 2 بس طلعت لي قيمتين للاكس الجذر طبعا الثلاثة وطبعا الاثنين ما الهن جذر بقى جذر 3 على 2 والجذر التربيعي يعطيك موجب سالب اتس اوكي يعني ماكو اي بروبلم زين هسه مبدئيا قيمتين للاكس لازم اطلع قيمتين ايضا للواي لان بحكم انه انا عندي قيمتين للاكس تمام فلذلك اعوضها باي معادله تعوضيها بمعادله رقم 1 معادله رقم 2 انت حره انا اختار معادله رقم 2 لان بحكم واي تساوي تمام لو تمام فواي راح تساوي مره اعوض الموجب واحد ومره اعوض السالب واحد عفوا مره اعوض بالموجب ومره اعوض بالسالب تمام لو تمام اختار الموجب مثلا تمام الداله مالتي المعادله الثانيه عفوا اللي هي جذر 3 على 2 اكس 2 تنزل الاكس اختارها بالموجب جذر 3 على 2 بهذا الشكل ويساوي هاي التفصيله ركزوا لي عليها استاذ شو راح نسوي احنا هسه شلون راح نختصر شلون راح نبسط انا اقول شلون حتبسطين مبدئيا الاثنين جايتني من شنو جايتني من جذر 2 بجذر 2 راحت وحده من يمها ويا تمام هنا جذر 2 تمام راحت وحده من يمها ويا من ويا جذر 2 ايش بقى بقى عندي جذر 2 تمام لو مو تمام بقت عندي شنو جذر 2 وهاي جذر 3 راحت ويا جذر 3 بقى عندي واحد على من على الوحده اللي بقت اللي هي جذر 2 هذا قيمه الواي هاي قيمة الواي خل ابسط ابسطها اليش على مود انت تفتهمين راح ابسط لك المقام اخذ لك المقام على صفحه واشتغله اليش 2 بمن في جذر 3 على جذر 2 انا مبدئيا بدي اختصر هذا مقام واحد اي بدي اختصر جذر 2 ويا 2 اقول 2 من جايتني جايتني من جذر 2 في جذر 2 تمام هاي متعارف عليها فهاي جذر 2 راحت ويا وحده من جذر 2 ايش قد بقى بقى جذر 2 اوكي خليها عليهم هو عندي بالبسط ايش قد انا عندي جذر 3 تمام فهاي جذر 3 راحت ويا هاي جذر 3 تمام لو تمام بقى ايش قد عندي بقى عندي بس واحد على جذر 2 تمام لو تمام هيك فكرتها بقى واحد على جذر 2 فهاي قيمه ال الواي اكيد الواي الاخرى اذا اطلع قيمتها لان اخذ قيمه سالبه هم راح اقول جذر 3 على 2 في شنو في سالب جذر 3 على 2 اكيد اكيد جذر 2 هنا تمام فاكيد هاي بيها جذر 2 يبقى وهاي بيها 1 هاي بيها 1 وهاي بيها 1 راح يبقى عندي نفس القيمه بس بالسالب راح يعطيني واي يساوي سالب 1 على جذر 2 طلعت قيمتين للواي وقيمتين الى اكس راح اقول له هسه ارجع وين ارجع اريد الجذور ما انتهي الحل تروحين للفرضيه مالتج اللي هي هاي تمام تكتبيها مرت الاخ اللي هي ايش قد جذر الواحد زائد جذر 3 على اي هو رايدها يساوي اكس زائد ان واي اي عندي قيمتين للاكس قيمتين للواي فراح اقول له جذر 1 زائد جذر 3 اي راح يساوي قيمتين بهذا الشكل مره اعوض انا طلعت مره عوضت موجب طلع لي 1 على جذر 2 بالموجب مره عوضت السالب طلع لي 1 سالب 1 على جذر 2 بالسالب راح اعوض الموجب قيمه الموجب اللي هي جذر 3 على 2 قيمة الاكس على جذر 2 عفوا زائد 1 على جذر 2 اي بهذا الشكل وعندي القيمة السالبة سالب جذر 3 على جذر 2 وسالب 1 على جذر 2 اي وطلع عندي متناظران ضربيا وتدين تأكدين بالحل اخذي لي تربيع للطرفين اخذي لي حد او جذر واحد وطلعي له بالتربيع وراح يطلع الناتج صحيح بالنهاية هاي كانت بالنسبة الى محاضرة الاعداد الجذور التربيعية هاي بالنسبة إلى محاضرة أو مراجعة مركزة سريعة مدتها 33 دقيقة نص ساعة ما تاخذ من وقتك هواية إلى الأعداد الجذور التربيعية اللي موضوع جدا مهم إن شاء الله هسه حتنزل وراها محاضرة أخرى اللي هي شلون نتعامل ويا المعادلات التربيعية وشلون ممكن نحل المعادلات التربيعية فاللي عنده سؤال ممكن يسألني على مواقع التواصل الاجتماعي وفيسبوك مواقع فيسبوك عفوا تليجرام انستغرام روابط كلهم بالوصف المحاضرات السابقة مال المراجعة المركزة تلقوها بالوصف مال الفيديو ايضا على مود انتم تقدرون تتابعون لحظة بلحظة وخطوة بخطوة وان شاء الله يا رب التوفيق بالامتحان الوزاري ونشوفكم على المحاضرة الجاية ان شاء الله.